مرحبا تلاميذ الصف الخامس، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. درسنا لهذا اليوم محفوظة لغتي، صفحة 29. لغتي. قبل أن نبدأ بالدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتشجيع لنا للاستمرار. لغتي. لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها. لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها. لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، وبها العز تجلى وبها العلم تباها. كلما مر زمان زادها مجد وجاها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها. لغتي. لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها. لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، وبها العز تجلى وبها العلم تباها. كلما مر زمان زادها مجد وجاها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها. الشاعر حليم دنبوس.